بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوايا ومثواكم. كيفكم؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. درسنا اليوم مدخل الاقتداء، درس إسلام خديجة رضي الله عنها. سنتعرف فيه على أعظم امرأة في التاريخ الإسلامي، وسنتحدث عن فضائلها. والغرض من الدرس أحبها وأقتدي بها رضي الله عنها وأرضاها. والآن افتحوا معي الكتاب صغاري صفحة 76. وضعيات الانطلاق. لما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجة خديجة بما حدث له في غار حراء، قالت له: أبشر يا ابن العم واثبت، فوالذي نفس خديجة بيده، إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة. فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر الله، على ما يلقى من قومه من الخلاف والأذى، وآمنت به خديجة وصدقت بما جاءه من الله، وآزرته على أمره، فكانت أول من آمن بالله وبرسوله، وخير سند له تواسيه وتثبته وتخفف عنه وعليه ما يلقاه من عنة المشركين. سيرة ابن هشام. إذن ما رأيكم في موقف خديجة؟ هل إيمانها كان تطييبا لخاطر زوجها عليه السلام، أم أن الله هداها لتكون خير نساء العالمين؟ هذا ما سنعرفه من خلال الدرس. هيا يا صغاري لنرجع إلى البدايات. من هي خديجة؟ هي خديجة بنت خويلد، تربت وترعرعت في بيت مجد ورياسة. نشأت على الصفات والأخلاق الحميدة، عرفت بالعقل والحزم والعفة، حتى لقبت بالطاهرة في الجاهلية. كانت غنية جدا، ذات مال وحسب وجمال، وكانت ثروتها تساوي ثروة قريش. كانت تاجرة تستأجر الرجال الأمناء، وقد بلغها عن رسول الله أنه صادق أمين كريم الأخلاق، فبعثت إليه وطلبت منه أن يخرج في تجارة لها إلى الشام مع غلام لها اسمه ميسرة. فلما رجع ميسرة أخبر عن أخلاق الرسول الحسنة، وحكى بأن الرسول صلى الله عليه وسلم جلس تحت شجرة، فنزل راهب فقال لميسرة: إنه لا يجلس تحت هذه الشجرة إلا نبي. كذلك ربحت خديجة ضعف ما كانت تربح في تجاراتها السابقة، فأعجبت به وأرسلت صديقتها نفيسة تعرض عليه الزواج، فقبل. ودرسنا كذلك قصة غار حراء، وكيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم خاف من رؤية جبريل عليه السلام، وعندما وصل إلى بيته هدأت من روعه وقالت له: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصدق الحديد وتصل الرحم وتحمل الكل وتكرم الضيف وتعين على نوائب الحق. وأخذته إلى ابن عمها ورقة بن نوفل. المقصد صغاري أن خديجة رضي الله عنها هي أول من أسلم، أول من آمن بالله ورسوله، وأول من أسلم من الرجال والنساء. تعرض الرسول لأنواع من الأذى والتكذيب من قومه، فكانت السيدة خديجة تخفف عنه وتهون عليه ما يلقاه من المشركين. وكانت أمنا خديجة نعم الزوجة في كل المواقف التي تعرض لها رسول الله، وخففت عن المسلمين أيضا ما أصابهم من المحن والابتلاءات، وخاصة ما حل بهم في مقاطعة قريش لبني هاشم وبني عبد المطلب والمسلمين مدة 3 سنوات، بعدم بيعهم والشراء منهم وعدم الرأفة بهم أو قبول الصلح منهم. واستمرت المقاطعة 3 سنوات، وقد تحملت فيها أمنا خديجة ذلك، وصبرت مع زوجها الرسول وساندته، وعملت على تأمين الطعام للمسلمين المحاصرين بمعاونة ابن أخيها حكيم بن حزام، إذ كان يرسل الطعام إلى عمته ليلا. عاشت خديجة مع الرسول صلى الله عليه وسلم 25 سنة، فيها بدلت فيها نفسها ومالها، وقدمت كل ما تملك للإسلام ثم لحب الرسول صلى الله عليه وسلم. لذا كان يوم وفاتها يوم حزن وألم، لذلك سمي ذلك العام بعام الحزن. فكانت
خديجة الزوجة والرفيقة والسند والأم والصديقة، كانت كل ما أراده الرسول صلى الله عليه وسلم وتمنى. وبكاها الرسول صلى الله عليه وسلم وحزن لوفاتها حزنا شديدا، رضي الله عنها وأرضاها. أما مكانتها فهي أفضل نساء العالمين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير نساء العالمين مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسيا امرأة فرعون. ولقد بشرها النبي صلى الله عليه وسلم ببيت من قصب في الجنة لا صخب فيه ولا نصب، كما رواه البخاري. خديجة بنت خويلد هي أم المؤمنين المبشرة بالجنة، وأول من أسلم وأول ومن دافع عن الإسلام وعن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن المسلمين. خير نساء العالمين الصديقة، من حقوقنا عليها أن نحبها ونقتدي بها في أخلاقها. وقبل الختام صغاري الأعزاء، سأطرح عليكم سؤالين. السؤال الأول: استعرض بعض مواقف لسيدتنا خديجة رضي الله عنها في مساندتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني: هل ساندت خديجة رسول الله حمية لأنه زوجها، أم لأنها آمنت به حقا كرسول؟ كان هذا هو درسنا اليوم. أحبكم في الله وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.